بسم الله. السلام عليكم. ايثما اسما ازول مرة ثم ديثا امشتو غضم نكشي اوار بلي ذين مفاجأة والمفاجأة اتسلم نهارا ثم ديثا ذا غتسور غراز تاريجا رست مزيخ ما حندا ديوض اتو تبرات غار مافيا يا يحكمن في الدولة النيل وقارتو نمشينا عبد النبيغ ذا السورة داري محمد السور ثبرتا والسيتي مغرب كنيو مارس السور ثبرتا باش نفضح مافيا يا نحكمن ذي المغرب. اخواني اخواتي اليوم غادي نتكلم حتى بالدارجه نهضر بالدارجه باش غادي نوصل واحد الرساله اللي هي رساله في الحقيقه انسانيه وهي مفاجاه على هذا النظام المجرم النظام الديكتاتوري النظام بحال اللي قال عبد النبي النظام قارطون. هذا النظام ما بغاش يحشم ما بغاش يحترم المواطنين ديالو ما بغاش يحترم حقوق الانسان ما بغاش يترقب هذا الوطن باش يتسع الجميع يعيش فيه جميع المواطنين. ولكن للاسف هاد المافيا هذه بغات اي واحد صوت حر ديمقراطي عادي بغاو يلفقوا له التهام واهيه وخطيره باش يسجوا بهم في السجون ويخليو المافيا ويخليو المجرمين يحكموا في البلاد. غادي نولي نهضروا شويه بالريفيه بالامازيغيه ديال الريف من بعد غادي نولي عاوتاني نشرح مزيان هذا الشيء بالتفاصيل اليوم وغادي تشوفوا يعني المكائد اللي دارها المخزن باش يلفق التهام الاخوان ديالنا داخل السجون كنعتبرهم انا رهائن. وغادي نبرهن بالادله اللي توصلنا بها وغادي يدير يلفق التهام حتى المواطنين خارج الوطن رغم انهم ما داروا حتى شي مخالفه ولا اي داكشي التهم اللي كيتهموها المخزن كيتهم بها هاد المناضلين الاحرار والحرائر. دابا ما غيسمى باش تغدو شي غوار غادي ندور نسول خلال تسمى الادله مش غادي وغنت الحجاج مش غادي وغنت خمامش يترفق التهم المخزن عفان ديكتاتوري باش انت غادي كاع غادي يحترم المواطنين النص يجي جر احرار وحرائر باش تقع واحد حكم هذا غاسني هو ورنسن. بالعكس انت يستهدف فيه ندير حبس يستهدف مافيا يستهدف الشفار يترقضن يتشاسن لاكريمات يتشاسن الامتيازات يتشاسن كلشي ولكن يوذا مساكين جايين يعاقن يهجر يتلعن تكنس التهام يني ديني غادي اخر تكنس التهام باش تعيش هني مافيا ذوار. اذا داري تاتي نهار غنغدا حجج أدلة فينا مرة نيجي تومات أمشتور من العنوان وانتاتي المتهم يتسمى الكبير قير خشيت بسرائيل خطيرة وانتاتي نهارا قيدة رغم أن تاين نشوان هاوت بين نشا دي فيديو مشاكل كيس نسيور هذه السيور أخام دي تارا السنة تاتي ومن بعدين نش عادة ياس لانتا غدي السيور دي اللايف أذن ديني مرة من ديني رخو حاليا هل أدلة تقنت دي تاتي يتسمى كاس خنت يتسمى شكايات وزيد وزيد وذين الشكايات ها روحنت غال قنصلية ذي نهار تنعاش ذي يناير إلا ذين بيان يجي ثا جنة يصدر ثا جنة عاد هقث. أما المواقع اللي قار باللي أقا إبراهيم بوعزتي قد تفض اعتقل ثا جنة وقث سلمت ذي بشريفة والشاب جسقين إذا ما تنغني قطع قلم معاني عدون ستاد خاص بنود كت اعتقال نانا جاقا حق صافقا سلمت كذا كذا إذا نفس الخطة قد قلتث أكثر ما تذا إذا غدي بنتا أمشي قال باري زي جميع التهم باري إقارة شنشوار قيب وزري وسين غمي قال أقف اسم نشا ثومات شقان إبراهيم بوعزتي خلق 85
دبان قطواري غزان الكورناج كذا هنا ديسم فران فران بلا زاتيق ما يخرق قاتلك من حسيمه وهذه وهذه غزان كسنت السنين ملي كنت كي انترنيت تساوي بلا تساوي نخافي تما يجي توهم خطيره قال استغد الدبابات ما الدبابات ما البريبو هي ملي حاصل ماكو شي عقل ماكو شي زعما تساوي شويه الدارجه مال السنداس شنو السنه غو الدارجه وساو غو الدارجه الاخوان والاخوات نشكون من الصراحه ماشي غير بوشين علاقه كسياسه وراك ملايا وراك ودانا ودانا الزون هذه ساس كنشتو هامه في سبيل الله الزون هذه تما ما خناوش شي ستار شي حاجه طنقرا نجد بنادم عادي نجد بنادم عادي من يقرا شوف ملايا اخترق يزيد المخزن اللي اختار عن ماذا يسخنش ما يسخني غادي يسخ وداني دين غير حبس ومن هي خصوش الصغار شي من هي زين هذا تساوي خاص السيوي خاص الطفل خاص السيوي واش تحدي اي واحد يقاي قاش خدمه داك المخابرات ني غاك شنسي لك مخابرات نشوف خدمه غير حد وغايبور السيره تاك لا الحراك ولا حتى شي حاجه فهمني غلا وانا شو عاود نسمع واش اللي جنى هذا يتم وانا شفت 160 الف في الزافيه ما يوفش 160 الف انا خاصو مني يقبر عقراس عاود داو الدوريق هنا والدوريق البرفايس برفايس اول برفايس اول برفايس السيورد ما تصور مني وراها الدبابات اللي قرقت الجزيره الروسيه من ما كنواكم العقل ما راكمش شمال ورغ الدوله لا حد سغد الدبابات مش دور الدوله مو خاص غير الدبابات الملايير اللي قانقه باللي قولني تواش الثوره كيس القاص ابراهيم بزاف قاص غير الملايير باش تاجا ماشي الملايير اقسم معاكم فنروح بصحتكم انش قاق نضاك ديال ابنائك وبصحتكم الله يعاونكم بصحتكم شوف شو ما درناش انا ما تساعد من غير شي ولا حتى توش تستاهل ولكن فينا صراحه وما نشوف غيرمانيات وصار خيري فيه استعلن العقول الضعيفه غيري فيه غيري فيه وفي الغاسن إيش مجموعة طم الزن تاع ناس الناين خاصهم تواجهوا شويه منايا تواجهوا شويه سنة اخويا هذوما تساعدوا انتوما تفهموا منايا مش تحدي غير واحد يقاري قاشك قاموا غاسقان قاقا السيور هذاك وانيتين اللي غاكا كوين اللي غاكا كوان شو السيور هذاك حلو غايب واش المخزن لقاش غاي تسجيلات هاود تليفونات سمع المكالمات هاود مكالمات مني هاورينو غاقا تافنكم قد تسرى منه مني قرا لو غادي نشكم من الصراحه زعما ملي عطيكم السوره معقول معقول مزيان لو غادي مخزنا هو يا سعودي كثير في نسيت مع سيري في الشاد وسوا فهمت ولكن نش واش ماشي لي نطوخ نشو ديت كحد طوخ مش منايا والله ما راه غير خبا نشو السر مني تقع لك العلامه قع شتمي دوسي غير قرقع تاكل الهرمه ديال واش ماشي ايوا ثاني قرقع تاكل الناي اكم ديني غير الصحافه اللي نفاق الشغل صحافه اللي نفاق الشغل تقريبا 24 ساعه اللي كاملين الكمبيوترات راه تخدموا بشغلكم راكم الشغل تخدموا اصحاب الاتحاد اصحاب فاق الشغل كني وفاق الشغل راكم من غير تخدموا دليل الريف اللي فاق الشغل راه مقرر قد اعتقل قد كيد قد السلطات الهولنديه قد تتحكم دائما وهذا السيو غير السلطات المغربيه تتحكم الهولنديه اترجم شويه ملايا اترجم شويه ملايا الاخوان والاخوات راه كتشوفوا الانسان دابا
شويه لان الاعصاب عنده الحق البنادم، داروا عليه الدبابات، داروا عليه يعني مكالمات الفقوهم ليه انه هو اللي شرى الدبابات واتصل بالمهداوي، وراه هذا الانسان كيقول لك انا بريء، ما عمرني كنعرف هذا المهداوي ولا شي، هذيك النمره التليفون ما كنعرفهاش، وكيقول لك حقا هذا السميه ديالي اللي راها في المحضر، السميه ديالي والنمره دركات ديالي والازدياد ديالي والوالده ديالي الاسم ديال الوالد بجوج، حقا انا زاد في ايش وساكن في طنجه، ولكن كيقول لك انا ما عمرني اتصلت بشي واحد ولا هضرت مع شي واحد، وها انا هنايا وغادي نثبت لكم بالحجج بلي انا بريء من جميع التهم، وها انتم كتسمعوا الصوت ديالي والصوت ديالو كيقول لك قارنوه اخويا قارنوه بالصوت المكالمات، كيطالب هنايا كيطالب كيقول لكم خصكم تقارنوا الصوت اللي عند الدوله عند المخابرات اللي كتخوف به كترهب به اللي سميتو المحامي والمغرب والمغاربه كاملين، كيقول لكم اسيدي قارنوا الصوت ديالي، ومازال غادي يتكلم حتى هو على اللايف على المباشر وكيقول لكم كنتحداكم الا كان داك الصوت اللي اتصل بكم الصوت ديالي، انا بريء الا كان شي حاجه درتوها بيناتكم داك الشيء شغلكم، ولكن انا بريء. شوف انشا الزوغ اساس السي ودغيش مدبراتي ودار مع راه السنن بانه نشوف بون علاقه كما انايا نجم مجرد يجي بنادم عادي تعيش شرم تعيش المارة وداد رخينا هزونا ذا يا رمش ليش من هذا مستقوى ذاك وذان دين كان حبس قال المغرب استقوى قام غسقة تلفق انتوهم تلفق انا ينش توهم قال هارا انا نتخافيش تيحد المواقع اني المواقع اني كوشي نقار قنش توت فضها قيم السورة ذاك يدكو قام قنش توت قعتو قلا هولندا قد فرناه تد اشوف اقل مواقع انفاق الشغل اكني وفاق الشغل كني وافهم بوشغل قبر كمبيوتر 24 ساعة ذي كامل ذي ما مضم غاين اللي عفاني اقشهم قال فلان قاع تقنا فاهم وين شو ذي عكس الحد وايد وسي حد جاي تمشغل نوم كمجرد انسان عادي ابراهيم اخذش ايوز اخش للسيور ان السوق البراء ان اما المواقع اللي انت عزوتي ودان مش عزوت الاخبار يعني بوداغ نشاط الخبر مزيف وما لا معروف ذي اتصل الاخبار مزيفه تقيل مش تقول نشوف بس محل مش تقصد غير الدليل الريفني اش حاسبه دليل الريفني دي قلقه مش قلقه قامو غس قلقه قا تقلق لي ولا ناقي يسور هذاك ايه واش تيحل ايه مخرق وراكم بالشغل غازو ما تساسقم خو عينو لشما وراكم من غاساسقم روح حتى زومي غاساسقم كني وفاق الشر ذا القرا وراكم من غنخدم قبل دا عباد الله طيب قاي الناس طيب روح تخمم شغلكم من علاه الله عليكم الله يكون في العون الشيخ فين وما راه يبقى عي تهمه فينا غادي تاع الصباغ تقولش لنا الله يكون في العون يقصح بلا ما يقبرش الحاج انت قارش الشباري والسير ما راه وقت وقعقع والسير والحريه لنصير الزفزافي نشنو مثلا نصير الزفزافي امو خينا اخر غير ما نشي غاس نمث وما لا ينقاد جميعا سند نشو غاس ميزاير شو تقدر حيت تبغي الله ربي العالمين نصير الزفزافي اصداخونا داخون المعتقلين كلشي من مقاف ندير ظلم منظر ظلم منظر يوداني ظلم منظر وكين والو السفن فنفيني تلفق الناس التهم الزونا صداني وذان قال حبوسات من العار على زوم غاسخافنا فك المشكل نسر ماشي انا قال مش طواف ميزا غاستفكن عباد الله نشو غريب والمشكلة كحد فك كلش وما جاش المشكل نسر يفك نش تبريع غزاكو نش قراكم تروح واني تقنش عن المشاكل ذين قال المغرب شن حاجة هادي حتى صفا كيداس او جات صفا مخو عيونوش نشوز ماشي ذين صغاق مكنيو تاجمو ابراهيم البوعزاتي يتبرأ من جديد من جميع التهم كيقول لكم باش تلفقوا التهم على ظهري انايا انا راه بريء ونقدر هذا الشيء غادي نسميتو بالحجج وبالادله ها الصوت ديالي كتسمعوه وقارنوه مع الصوت اللي عند الدوله تما اللي كتقول راه مسجل المكالمات سبعه المكالمات كيقول لك انا داك الناس لا ناصر الزفزافي ولا جميع المعتقلين اللي داخل في السجون هاد العار هادوك خصهم يتلقوا السراح ديالهم لان ما داروش حتى هما حد داروا حتى شي حاجه وها الحجه انايا كيقول لك انا حجه حتى انا حجه انا ما درت والو كيهفقوا لي التهم يعني حتى هادوك الناس حتى هادوك الناس اللي ما داروا والو سمح لي السوره سمح لي سنوث واش قال المغرب دوله 2018 وغاك بالحق تعبر ذخ الشعور انك تعبر ذخ الموقف انك تسيرو غنبو حقوق الانسان شنو قال المواطن النغمه مش انت عايش لي محقور قال المواطن دازو ما تبع ما تحت هذا 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 هذ
نشيرو نسخه بوخ مالايا مالايا ايج المشكل ذا القرار مالايا تحل المكنيو الحكومه المغرب تحمل غير المسؤوليه يني ديالو الخفيش تي حنا قانق ابو عساتي قيصغ الدبابه قيصغ قيصغ سناح بيت جلس سناح عايش غيرش غاكش الدليل غاكش التهمه غاكش غاكش المغسقان شتي بربع شتي غاكش الحجه اويت الحجه وما راحت وني سوارني قاقا بلا 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 المزيق فاق الشغل اصحاب فاق الشغل كيقول ابراهيم بو عزتي كيقول لكم ان هاد الدوله الدوله وقاطون الدوله ديال القرطون باش في المكان يعني باش غادي تمشي سميتو تدير الحقوق ديال الانسان وتخرج هاد الناس لهم عندهم تهم واهية في الحبس دابا بغاو يفقونا حتى حنايا في اوروبا في برا بحالهم تما يعني كيقول لها الدوله نداء من هنا كيقول لها خصك تعترفي بحقوق الانسان انت تكون الدوله ديمقراطيه والعداله وزيد 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 اما هاد التهم في 2018 مازال انتم عاد كديروا هاد الخزعبلات هاد المكائد هاد كذا كذا يعني بزاف هاد الشيء بزاف هاد الشيء يعني كيقول لكم الله يرحمكم والدين الحكومه هاد الحكومه هاد النظام كتحمل المسؤوليه الكامله للباه باش اسمح لي اسمح لي دومات ووجه المحاميه ديال النيز ديال الحراك ني والسلام واسقاني سمنس دافع خل الحراك القاسم القانش كخدم غاك المخابرات هكذا وميدادو فيهم السغدا والسيورق شي واني غوالو تهمم ماشي المخابرات ما يمي ناش والسيورق شي ومن النيت ما يمي والسيوره ما يميناش وتجيبو زيودان النيت غير ما ديك عاملين كومبيتو شغا يشغرينو شتا الزغو القزوغو مدازو ميزغا خصك كراينو ميزغا عيشه ميزغا 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 مزيان الزغا اغرو ما غرو ستاسيو نشوف او تشربو و فاق الشغره مكنيو في القمم في كامل الكمبيوتر راه تغزام كي عباد الله من قال من تقال نشو تجيبو زي ولاني مش مو مش مش يلا نش غير مغسقان البيان ما تف الاخبار الزمانيه ولانا من غير النسبه ونش وصلنا هذوما تساعد نش اقاذي كلشي مانيني من سقاد غزي قنصليه غي السفير كلشي سقاد غسن في براثين بانه التهم هذا يتقام من ويتجيش الزاكسن ونش تحدي غير واحد هذا يني قاد تنتا ونش قا غسني ولاني مره نتغيمان دي كاملي كمبيوترات الصحافه اللي نفاق الشغل قا غسن الصحافه نفاق الشغل اتازو من غير خدمه خدمه الشهر لكم ما خدم مي خدم من عباد الله مي صغار قما يتمتكم كي الحبس قاد كني ودالي الريف مني الفاق الشهور هذني الصحافه الاول اللي كنت نحسبو غير شتاش كني ويك صغاقن الحراك الشعبي سكني بسبب مغاقين يتمتكم مي مي كني وخدتو كمو منكم ابراهيم جات تهاجمو شويه في زرك ما انسى تهاجمو شويه المهم ابراهيم الوعزاتي كيقول لك انا يا انسان عادي انسان كيدوز على يتلي دوري باش ياكل خبز يدبر خبز ديالو بحالو بحال الناس ما عنده علاقه مع السياسه ولا مع هذا الشيء وكيقول لك ان هذيك المحاميه اللي كتهمه باللي هو مخبير وكذا هو كيقول لك انا ما عندي حتى علاقه لا مع المخابرات ولا مع السياسه ولا مع شي مش رجا مش مري خسر مري خسر نيش مري خسر منني اظهر كارينو القيمه كيكون ذات ظهر كارينو من مين نشوز ماشي غير شو هنا مبوبينو كي الصحافه من مين الصحافه فاق الشغل الصحافه فاق الشغل ذا القران من مين وغاسل من ذا خدمه قلبو عزاتي قادو اعتقوا لا فيه ولا تقع تقع قلت تقع ناس اروح ذا فاق الشغل ما راكم شي الشغل تخدم ما راكم شي اكنو فاق الشغل ذا القران المهم كيقول لك ابراهيم بوعزاتي انايا ما بغيتش نبان دابا على الشاشه لان علاش الصحافه ما عندناش صحافه مستقله ما عندناش صحافه نزيهه مش متوري الصحافه مش متوري الصحافه متوري الصحافه اخويا سعيد دومات متوري الصحافه المغرب عادله السوار امنيه تحترم الانسان تقدرني ودان بنان انت توي طوري خص بريفايس الدليل عادي كيش نغسل اتف صدها غدود مينو منش هذا يشوه بنادم مينو فور فورنيك خوالو وسط الشغل فرصه مش السوره راه حقينو ولكن تجروخ غادي نسمين عنيه اشفى غادي نتاكد نفس الكلام كيقول لك انه هو ما بغاش يبان لنا ما كاينش النزاهه ما كاينش استقلاليه الاعلام ما كاينش صحافه مستقله كلشي مخترق المخزن كيدير فيه وكاين حتى يعني سميتو الضغوطات على سميتو على الاعلام على الصحفيين وزيد وزيد لهذا يعني اضطر هو ما غاديش يبان مؤقتا في الصوره ولكن كيتبرأ من جميع التهم وكيقول لكم عندي حجج وادله ولا عندهم شي حاجه عندهم شي كيقول لكم الا عندكم شي حجه ولا شي حاجه ها هما الرسائل هادو راه مشى في النهار 12 للقنصليه احقوا
القنصليه واش شاد التوصيل ولا يمشي بالتوصيل باش القنصليه يعني يكون الخير واش يسد القنصليه سيخ فين باش يدير القنصليه اين شنت تسوق مس بلي انت القنصليه اين شنت القنصليه اين شنت القنصليه واش يسيب راه هنا واش غادي يبرات فين شينا اين تستنى يوقسنا اللي يستنى يخلني واش يمشي بالتوصيل شي حاجه ها هو كيقول لك هاد الشكايه ارسلها من القنصليه ديال سميتو المغربيه في هنا في روتردام وما عطاولوش التوصيل وقالوا انا هو القنصل غادي يتكلف هذه الشكايه ولكن لحد الان ما اتصلوا به ما قالوا لا وصلت لا والو شوف حتى شي حاجه هذا هو ما تساعي هاتي انا بجوال ما نوضح منايا هنا تعيان الزاكينش فهمني ولا هنا سمين تكا نشوف هنا يستخدموا السوير شي وذا تويق كي شي يخدموا الشغلين وغا يخدم الثين وغا المشاكل يرونا النش فهمت وفين تويق كي شي من تقيل عيان الزاكين فهمت سيسمينو ذينك المغرب لا قا كذا ما قا حكا قا قا مغسقا قا والنقاش صغير الدبابات كنيو حاسود اجابو مينيغ دولة اوقاتون كنيو ما غاكم راقل ما غاكم شي قام قنصي الدبابات ميز غافرش ميز غاصغ الدبابات من التهمه الخطيره ديال الفقم دبابات ما صغيرين الدوله ما صغيرين الشخص ما غاصغ بنادم ما غاديش الدبابه ما غاصغ يدير السيفي لكن واكم بو الديوانه واكم بو الديوانه ودغيسنا ديالف اسمع راه لا اظن فضحه ما صاحبي روح كيقول لكم ابراهيم بوعزاتي المهم ها هو البيان ديالو اليوم باللي هو كي 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 كلشي التهم اللي كترفقات ليه وكيقول لكم مثلا انايا هاد التهم كيقول لك راه الدبابات والدبابات شاد الدبابات كذا كذا من غادي ندخلهم هاد الدبابات الا شريتهم واش هاد الدوله ما عندهاش ديوانه من غادي ندخلهم يعني كاين شي دوله من غادي يدوزها ولا يعني كيعطي واحد شي اسئله يعني عاجزه على الدوله باش تجاوب عليهم باش تجاوب عليهم وهو كيتحدى الدوله كيقول ليها الا عندك شي حجج باللي انا اللي اتصلت مع المهداوي ولا مع شي شوف سمحي سمحي نش وغايبوش المخسقان وغايبوش العلاقه ديال الصحافه مش الصحافه من ديوين بوعزتي غير الصحافه من ديوين ضامو هذاك السماع من دايس قرار ضامو هذاك السماع مش من غايش ابو صحفيه ما امدياز على المهداوي من غايا كيلس من مش قمني مدياز ناس ندعنو غنش غاري شي كفا غير مشاكلي غاري شقي تزرغ خشغرينو خينا ثينو مستقبلينو شاد حد عانو غنش عاد المهداوي قال المهداوي واشوف المهداوي اللي قراك تتسى اشوف خدم الشغرينك انا شفت شنو ولا السند شكاك شي حاب الساعه اللي راح مسير كوما اخزا من دقيق او تخرق هو عباد الله كاينك فهمتني ولا توهم كاينش توهم مني تقد من تقال من لا تحمل مسؤوليه لا قاني يعني اتهم انت مين سقان قانس باللي قد تاولني ابراهيم بوعزاتي يتصل ديك اذاش ينا شي خرج تصغ الدبابات نوشو زاك تصل شي شو السيد السيده باش تعرفوا باللي هذا السيد ما عارف شنو وقع ما عارف شنو وقع وعارف شنو كيوقع كاع نهائيا كيقول لك هاد بنادم خصو يدوز الحبس الا دار شحال الا دار الا بغى يدخل الدبابات ما عارفش وقال لك اسمع اش راه يعني هو كيقول لك لو كان هاد السيد اتصل لو كان هاد السيد اتصل حقا مع المهداوي هو كيقول لك كاينش المهداوي في الحبس هو كيقول له المهداوي بقى تما في الحبس الا بغيتي تدخل الدبابات تدخل السلاح المغرب يعني هو كيقول لك وزيد هذا الانسان شفت الفيسبوك ديالو عباد الله والله قولها ولا حتى قولها شفتو اسمع اسمع قولها اسمي اشاستيني غاستيني اوفر داعي يا شي اوفر اوفر الفيسبوك الناس على كيتو عيا شي عندو غير تصاور الملك وكذا عشا الملك خش يا غريب يعني هذا الانسان كيتهموه غادي يقسم البلاد وهو كيحب الملك وعياش مع راسو مع عاش الملك وعاش كذا كنقول ما يمكنش هذا الشيء الا دارها شي واحد يكون عنده توجه جمهوري يمكن اما هذا ما عنده لا توجه لا جمهوري ولا حتى شي حاجه وكيقول لك عاش الملك وسميتو الصفحه ديالو الفيسبوكيه فيها غير الصور ديال الملك فيها غير الملك وشنو دار الملك مشروع ديال الملك قلت له هذا راه عياشي هذا ماشي وهاد الدوله ما عندهاش تيشيرت شوف مش حق التعبير مش غير مش مقطع بارخ يخفينو الكوريج غاس تحترم كوريج راي الناس تحترم كوريج جواري الناس نش كوريج مش خصك تصوات الملك هي تايما خصك تشوف تصوات الملك باراكيت خصك تصوات بابلو اسكوبار كيت وني شغرينك نش تقد تصوات الملك بانه نش لا علاقه شي كيشي المشاكل شو ديني تشك العالم اللي متى فتسلم بانه نش هو غادي حتى شي معلقه كيما انايا اي الزون هذا اذا كيقول لكم السي ابراهيم باش غادي نختموا هذا الشيء كيقول لكم انايا حر ندير اللي بغيتي نكون عياشي ولا نكون اللي بغيت انت عاوتاني عاش الملك شغلك كيقول لك انت اللي تكون اللي بغيتي يكون بغا تشيكيفارا ولا سكوبار ولا هذا حتى انايا حر في سميتو في الاختيار ديالي انا نقول عاش الملك وديما كنقولها والسوار كنديرهم كحب الملك ها هو كيقولها هو ماشي انا اللي كنقولها هو اللي كيقولها انا ما نقولهاش اذا هنايا غادي نختموا هاد مش كاين الصراحه
ليش كوريجن غاس غاس تعبير ينس مخي تعبار شخصية ينس مش وز ماشي هذا وما تساعد هذاك ينير مخ غال عيش تشكي الحياتين مش تعيش المخصر نش شك تعيش المخصر تشك ولكن ناش غايب والمشكلة كتسوات الملك نرضي نش غاي المشكلة اك الصحفاني ندي تعاين خافي مليا ذر مخزني ذي التهم نستوها مثلا الخطأ طبعا تهمتوها مثلا فيها تعفني اذا هو كيقول لكم كلمة اخيرة اليوم ديال اليوم كيقول لك انا ما عنديش مشكلة لا مع الملك ولا مع شي واحد اخر انا عندي مشكلة مع المخابرات اللي كتلفقوا هاد التهم عليه ومع هذوك الصحافه الصفراء هذوك الصحافه ديال يعني الصرف الصحي اللي كتاكد هاد التهم وكتقول بلي راه هذا كذا وهذا كذا هو كيقول لك انا بريء وما عندي اي علاقه مع هذا الشيء اذا ذي تيغي في ما قصري مني لما تواجه موقع سيور سمازيخ ذي وهاد الصحافه تمشيش الروسيه الجديده مثلا علاش هاد الصحافه كيف قال الاخ ما تمشيش الروسيه وتاكد والمخابرات المغربيه علاش ما تاكدش هي بيدها تمشي للروسيا تشوف واش شرا هاد الانسان واش عنده شي علاقات مع اللي سميتو اللي سميتو مع الشركات ديال السلاح اسمح يا وما كاينير انا شد بنادم عادي نشرق وزغ ومشي نهار طحالي في شي نهار لا فمني غلا شقي تزر خر كرات قتل غك الجوع دينات نشو غاي مو خميزي غا خت وخا ذكرات قانق قا بنادم قيس خر سناح قيس زو ديك الحابة لينا الزون هذيك المشاكل هاك الملك لينا الزون يسمر غينا هاك الملك نش وغايبو المشكلة هاك الملك وغايبو المشكلة حتى مع شي واحد نش زائما لقى غاسن تهمة غاسو بنادم غاساسقب والصحافة ني دليل ريفني افاق الشغل غادي نسالي وكيقول لك انايا بريء وانا هاد الناس بغاو يديروا لي مشاكل مع الملك انا انسان عادي بغيت غير ندبر على الخبز ديالي شي مرات كنلقى باش نخلص الكلى شي مرات ما كنلقى شي اذا الصحافه اللي كيتفرجوا فينا كنقول لهم تحملوا المسؤوليه ديالكم ها هي ضربه قاضيه لكم كاملين الصحافه المجوره الصحافه ديال الصرف الصحي كيف قال لكم ناصر الزفير اذا الساعه كيف قال هو صحافه وقارتون اذا حنا غادي نهيو هنا اليوم هذا اللايف وان شاء الله عن قريب غادي نوري لكم هذه مفاجاه كبرى راه الشكايات دابا راه وصلوا للمحكمه وصلوا للمحكمه راهم تما وكاين ما اكثر من هذا الشيء يعني هاد المحكمه وهاد القضاه وكل شيء خصهم اليوم غادي يفتحوا الحقيقه هاد الشيء كياكد باللي ان جميع التهم اللي ملفقه جميع الرهائن في الحبس تهم باطله هاش الحجه هو الحجه هنايا معنا حدانا ها هو اذا هذه حجه ثابته عليكم على المخزن هما. اللي ما بغاش تكون دوله ديمقراطيه اللي ما بغاش تكون عداله اللي ما بغاش تكون فيه الكرامه اللي كيسجن اي واحد خرج يدافع على الحقوق ديال الشعب على الحقوق القوت ديال الشعب اللي بغا يخدم يعيش تكون عنده الصحه وزيد وزيد ها هي كنشوفوا في هذه الايامات بنت من مزور ولا ايت وعياش كتبكي كتكلم في اللايف كتبكي كتقول لك ما نقدرش نبان لان الا بنت سميتو الوجه ديالي غادي يعتقلوني كتقول لك مشيت للسبيطار ديال المستشفى ديال الحسيمه وشنو داروا ليا الوالده ديالي عطاو ليها الرونديفو حتى شهر 6 واش غادي يضمنوا ليها الحياه ديالها حتى شهر 6 عباد الله وهي حياه الزياني اليوم تعتقلت من طرف جمارك علاش على تدوينه وحده اذا فين هي هذه حريه الصحافه فين هي حريه التعبير اما كتعرفوا غير تلفق التهم ماشي حشومه عليكم يا دولات يا المنع شنو غادي نقول لكم كاع حتى نحن معصب المهم ايت باش السمه غير تكمل قولني انت السمه غايش هو راه كيساعد نقصني مره وذنني اذا يتهمن قنش ذا انفصالي نشو تجغبو ذا انفصالي وعما سادير ذا انفصالي نش تحب يغضى موثينو او مخ تحب بنقع يوذان نش توح غا المغرب تعجب هذا عران نش فالمغرب عم عباد الله ونش وزوخشي المشاكل الموثينو كني وتهم ماشيش حاجات تعفنت بزاف وكل واحدة دي تحمل مسؤولية ينس خوورني النا فمني غلا نش وتحمل غو مسؤولية نيوذان واني قنشي اخرس تخارس نش وقا وثين ورثتا والصحافة اللي نوفا عندي كامل ندي تسعدان فاق شهورات قاغسة